السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمشاهدين الكرام في قناة دلوا على الخير كفاعلي. موضوع الفيديو هو عن لعبات السيارات، سباق السيارات. نعم هذه هي بوليس، نعم سيارة جميلة وخرافية جدا. نعم هذا هو وينرار الخاص باللعبة، تفك الضغط بشكل يستهير هذه، وتدخل الى هذا الملف بهذه الطريقة وتدخل الى الباسورد. نعم هذه طريقة فك الضغط. نعم تنسخ هذا الرابط هنا وتدخل الى هذا الوينرار بهذه الطريقة. نعم وتفعل هنا الباسورد، لكن انا فعلت الباسورد، سيعطيك هذا الستيب هكذا، تضغط عليه ضغطتين بهذه الطريقة هكذا وتفعل. نعم وتنتظر حيثما تنبثق معك واجهات تثبيت اللعبة. هذه هي اللعبة بوليس. نعم نيكس هنا، نيكس ان اردت ان تغير مسار تثبيت اللعبة تغير، وان لم تريد لا بأس بذلك. نعم نيكس هنا، نيكس، وتنتظر بعد الوقت حتى تنتهي من التثبيت ان شاء الله تعالى. تثبيت هذه اللعبة سهل جدا حيث انها صغيرة الحجم. نعم هكذا، وتخرج من هذه الواجهة بهذه الطريقة هكذا. نعم وتنتظر حيثما تنتهي من التثبيت. نعم سأرجع اشاهد لعبة خرافية وجميلة جدا. لا تنسوا اللايك للفيديو وشاركة القناة مع الأصدقاء كي دائما نأتيكم بما هو جديد وجميل إن شاء الله. نعم انتهت، سنضغط على فينيش هكذا، وستعطي واجهة هنا، بثقت معنا الواجهة خاصة بالانترنت لا بأس في ذلك. نعم هذه هي ايقونات اللعبة. نعم لعبة خرافية وجميلة جدا. نعم سأترك لكم رابط هذه اللعبة في الوصف لمن اراد تحميل اللعبة، وسندخل مباشرة ان شاء الله الى داخل اللعبة لنشاهد اوضاع هذه اللعبة وكيفية اللعب ان شاء الله تعالى. نلتقي داخل اللعبة بعد الانترو، نلتقي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحين داخل اللعبة ان شاء الله تعالى، سننتظر حيثما تفتح اللعبة. لعبة خرافية وجميلة جدا ما تشاهدون. ننتظر حيثما تفتح اللعبة ان شاء الله، ونشاهد احدى المراحل في اللعبة الجميلة، لعبة السباق. نعم ننتظر. هذه هي الواجهة، سنفعل هنا كونتيني هكذا، قد فعلت الاسم من قبل كونتيني ايضا هنا. من هنا سنتجه ستكون الوجهة من هذا المكان ستارت، والنهاية في فينيش هنا. سندخل ايضا كونيكت هنا، نعم كونيكت، ونستعيد. نعم لعبة خرافية وجميلة جدا، يجب ان تصل الى مكان فينيش قبل
أن تلتفت الوقت إن أردت مرحلة أخرى. نعم، لذلك لن تستطيع الوصول في الوقت المناسب. يعطوك دقيقة وعشرين ثانية، لن تستطيع الوصول في هذا الوقت. نعم، لذلك هي صعبة بالنسبة للمراحل. لكن سأحاول أن أصل في هذا الوقت المحدد. نعم، لكن يجب التركيز جيدا إذا أردت أن تصل في الوقت. نعم، لكن هنا الورقة بشان، لكن سأحاول أن أتمم لأن الوقت لن يبقى الوقت. نعم، يجب أن أسرع جيدا لكي أصل. لن تستطيع أن تصل في الوقت المحدد، لكن يجب التركيز جيدا. هنا الوشة ستكون إلى اليمين، لكن حذر. نعم، لن يبقى القليل للوصول. المكان صار هنا جدا في هذا المكان، أي منعرج في اليسار أيضا هنا. إذا هنا سأرجع إلى اتجاه اليمين أيضا. هنا منحدر خطير جدا. هنا سأصل إلى السرعة القصوى، إنه الطريق مستقيم. لكن من المحال أن أصل في الوقت المحدد، لأن لقد نفذ الوقت المسموح به، لكن وقعت كارثة قرب خط النهاية. نعم، وصلت، ولكن وصلت متأخرا جدا، لم أجتاز المرحلة الأولى. نعم، وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا لايك الفيديو ومشاركة القناة مع أصدقائكم، دائما نأتيكم بما هو جديد وجميل. نعم، لو وصلت في الوقت المسموح لا دخلت إلى المرحلة أخرى إن شاء الله، ولكن مع الأسف لم أتجاوز المرحلة الأولى. هذا هو موضوع الفيديو.
نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.